أعلنت شركة سابك أكبر منتج للبتروكيماويات والأسمدة والصلب في الشرق الأوسط عن تراجع أرباحها 7% في 2014 إلى 23 مليار و430 مليون ريال، أي ما يعادل 6 مليارات و200 مليون دولار. وأرجعت الشركة سبب الانخفاض في الأرباح إلى تراجع متوسط أسعار بيع المنتجات وارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة إلى زيادة الكميات المباعة. وكان الربع الأخير من العام الماضي شهد تراجعا في الأرباح بنسبة 29%، وذلك دون توقعات المحللين. الأرباح كانت حسب توقعاتنا، مثل ما توقعنا يمكن قبل فترة أعلنت بأنه أي نزول في الأسعار حيكون له تأثير على مستوى الأسعار، أي نزول في أسعار البترول. ففي الربع الرابع تأثرنا بحوالي 10% على مستوى الربع الرابع، كان له تأثير حوالي 30% على مستوى الدخل الشركة. طبعا لا يمكن التنبؤ بأسعار البترول مستقبلا وش تأثير على الربع الأول أو السنة الجاية، لأن أسعار البترول أسعار مرتبطة بأمور كثيرة، منها أمور سياسية، منها أمور اقتصادية. لكن أهم شيء أن الشركة تعمل على تحسين مستوى إنتاجها ومستوى مبيعاتها، بحيث إن شاء الله نمتص كثير من التأثير اللي أثر علينا أسعار البترول.